إذن بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بجميع متتبعي قناة حسن يبا. إذن غادي نهضروا في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى على جديد الدخول المدرسي للموسم الدراسي المقبل 2020-2021. طبعا هذا الفيديو هذا جاء في واحد السياق اللي مجموعة من المتتبعين كيسولوا كيفاش غادي يكون إن شاء الله تعالى التعليم بالنسبة لهذه السنة وكيفاش غادي يكون الدخول المدرسي. إذن ندير واحد القراءة بسيطة وسريعة موجزة بالنسبة لهذا البلاغ اللي صدرت الوزارة يوم 22 غشت 2020 اللي هو أمامنا الآن. إذا في البداية بالنسبة لي التعليم سيكون عن بعد بالنسبة للجميع، هذا هو اللي جاء في هذا السطر الأول، أن التعليم سيكون عن بعد بالنسبة للجميع، جميع المستويات وكافة الأسلاك إلى غير ذلك، واضح؟ إذا الأمر الثاني اللي جاء فيه البلاغ هو أن التعليم سيكون حضوري، أو التعليم الحضوري سيكون اختياري لمن يرغب في ذلك. شنو هو الشرط؟ شريطة تعبير ولي الأمر عن ذلك، خص ولي الأمر تكون عنده الرغبة بأنه يختار هذه الصيغة من ديال التعليم اللي هو التعليم الحضوري لابنه، واضح؟ الأمر الآخر موالي أن في البلاغ أشار كذلك إلى أن باش يعني هاد الناس اللي بغا يديروا التعليم الحضوري ضروري يكون واحد التطبيق ديال واحد البروتوكول صحي صارم، بما في ذلك وضع الكمامات، يعني الكمامات انطلاقا من السنه الخامسه ابتدائي فما فوق، يعني السادس الاعدادي الثانوي، اي واحد بيمشي للمؤسسه ضروري خصو يدير الكمامه، ويكون التعقيم ويكون التباعد الجسدي، يعني بصفه عامه يكون واحد البروتوكول صارم اللي هو كيدار بالنسبه لهاد الظروف الاستثنائيه ديال هاد الجائحه، الله يرفع عنا هاد الوباء هذا. ثم الامر الموالي هو فيما يخص الامتحان الجهوي، بالنسبه للامتحان الجهوي بالنسبه للسنه الاولى بكالوريا غادي يكون هاد الامتحان هذا غادي يتاجل، وكما جاء على لسان السيد الوزير انه ربما يكون في شهر جانفي المقبل او في شهر يونيو المقبل، يعني في نهايه الاسدس الاول او لا نهايه الاسدس ثاني. ثم كذلك ما نساوش امر اخر اللي هو ان الوزاره ستطلع الجميع على تفاصيل العمليات المتعلقه بتدبير هذا الموسم، يعني ان هذا الموسم كما قلنا فهو استثنائي، يعني في هذه الظروف الاستثنائيه ديال الجائحه، يعني كلما كان شي جديد على الوزاره ستطلع بها الجميع، يعني بهذه الطريقه ديال هذه البلاغات باش جا هذا البلاغ هذا. كذلك الوزارة كذلك تشير إلى أنه يمكن في أي محطة من المحطات ديال الموسم الدراسي تغير الصيغة التربوية، يعني أن الصيغة التربوية غادي تكيفها مع الوضعية الوبائية، ممكن داك الشيء يكون محلي ولا في إقليم ولا جهويا يعني حسب المنطقة، يعني الى تزادوا مثلا تزادوا العدد ديال الاصابات بالفيروس ممكن تدير شي حاجه صحيه ولا تفرض التعليم عن بعد على كافه يعني التلاميذ اللي كاينين في ديك المنطقه، ولا لا ليسر الله وترفع هذا الوباء هذا وقللوا عدد الاصابات ان شاء الله تعالى يكون التعليم الحضري، وهذا الشيء اللي بغينا ان شاء الله تعالى يكون التعليم الحضري باش يتحيد هذا اللغط وهذا اللغط اللي كاين دابا وهذا كثرت الهضره. كذلك ما نساوش ان الوزاره تدعو الجميع بما فيهم المتدخلين، يعني الاطر التربويه الاطر الاداريه الى غير ذلك، وكذلك جميع الشركاء الى الانخراط بشكل فعال في جميع الاجراءات التي ستتخذ الوزاره لتنزيل هذا لانجاح هذا التنزيل، يعني اي اجراء اتخذته الوزاره فهي تدعو الجميع الى الانخراط في هذا. وبهذا نكون قد انهينا درنا واحد القراءة بسيطة للمقرر الوزاري، نتمنى يكون مفيد، والسلام عليكم ورحمة الله.